فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أحيانا نكون في البر أحيانا نكون في البر فنقوم بالجمع الصوري للصلوات، حيث نصلي الظهر في آخر وقتها، ثم إذا دخل وقت العصر صليناها في أول وقتها، فهل فعلنا هذا مشروع؟ مش الداعي لهذا، لا ما هو مشروع. صلوا كل صلاة في وقتها، في أول وقتها. الصلاة أفضل الصلاة في أول وقتها. نعم، أنت الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.